بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا في الدروس الماضية تبينا المسائل المتعلقة بالطواف والسعي والحلق. وبعد هذا عقد المؤلف رحمه الله بابا لصفة الحج. يقول المؤلف: وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة وخرج إلى جبل عرفات، الإنسان المتمتع بالحج فإنه يكون متحللا بعد أدائه للعمرة، ففي اليوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية وهو يوم الأربعاء القادم في عامنا هذا 38 بعد 400 والألف، فإنه يحرم بالحج في الضحى. وكذلك من كان يريد الحج ممن يسكن مكة فإنه يحرم بالحج في ضحى اليوم الثامن، ويتوجه الحجاج إلى منى. والمؤلف رحمه الله قد يذهبون إلى عرفات، الصواب يذهبون إلى منى. ويصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يقصرون الصلاة الرباعية ويصلون كل صلاة في وقتها. وهذا اليوم سمي بيوم التروية لأن الناس يروون الماء استعدادا لأداء المناسك في منى وفي عرفات وفي مزدلفة ثم في منى، فيجهزون المياه على إبلهم ويضعون القرب في رواحلهم. والذهاب إلى منى في هذا اليوم هو من السنن، والإنسان يعمل في اليوم الثامن من سنن الإحرام ما عمله في الميقات من الاغتسال وإزالة الشعر المطلوب إزالته شرعا كقص الشارب وعنكت في الإبط وحلق العانة وتقليم الأظافر لمن لم يكن لهم أضحية في بلادهم، ويتطيب في بدنه ثم يلبس ملابس الإحرام ويتجه إلى منى في اليوم الثامن. إذا عمل هذا فهذا هو السنة وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ليس بواجب. لو أن الإنسان لم يعمل هذا وذهب إلى عرفات أو أخر إحرامه إلى صبيحة يوم عرفة وذهب إلى عرفة مباشرة فلا حرج، لكن فاته الفضل المترتب على الذهاب إلى منى. وفي صبيحة اليوم التاسع عند طلوع الشمس يدفع إلى عرفات ويبقى بها، يذهب إلى عرفات، وهذا هو السنة. فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان وإقامتين، ثم يروح إلى الموقف، وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة.
الإنسان الحاج الذي ذهب إلى عرفات فإنه يختار مكانا فيها مما هو مهيئ للحجاج مما هو داخل حدود عرفة، وعرفة لها حدود من جميع الجهات، فيما بينها وبين مكة يفصلها وادي اسمه عرنة، هذا ليس من عرفة وليس من الحرم، فليس محلا للوقوف، فالإنسان لو وقف فيه ولم يدخل عرفة لا يصح حجه. كذلك وضع في الجهات الأخرى لوحات إرشادية تبين ما كان داخل حدود عرفة وما كان خارجها، فيحسن بالإنسان أن يكون نبيها ويسأل إذا أشكل عليه ليتأكد من دخوله إلى عرفة، لأن الإنسان إذا لم يدخل عرفة يوم عرفة لا يصح حجه، لأن الوقوف بعرفة هو ركن عظيم من أركان الحج، وقد قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى نمرة وهي على حدود عرفة جلس بها حتى زالت الشمس، ثم صلى الظهر والعصر وخطب الناس، خطب الناس أولا ثم صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، ركعتين للظهر وركعتين للعصر بأذان واحد وإقامة لكل واحدة من الصلاتين، ثم بعد هذا دفع إلى داخل عرفات ووقف خلف الصخرات وقال للناس وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس الوقوف بعرفة بأن الإنسان يجلس متجها للقبلة في أي موضع من عرفات، ويكون في هذه الحال متفرغا للدعاء ومناجاة ربه جل وعلا. وليس من السنة أن الناس يذهبون إلى جبل الرحمة كما يسمونه وهو جبل إلال ويصعدون عليه، فهذا ليس من أعمال الحج وليس من المناسك، وإنما المشروع للإنسان أن يقف في أي موضع، إن وجد مكانا خلف الصخرات أي خلف جبل عرفات فهذا حسن، وهو الموقف الذي وقف فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطى للناس بيانا بأن عرفة كلها سواء، وقال عرفة كلها موقف أي كلها محل للوقوف، فيقف الإنسان في أي موضع منها. وما نشاهده من عمل بعض الحجاج أنهم يضيعون فرصة الراحة لأداء حسن المناجات في خيامهم، ويذهبون في الطرقات ويتعرضون لحرارة الشمس والحوادث والإيذاء والمزاحمة في عمل لا يترتب عليه أجر وليس فيه ثواب. وأفضل أيام السنة هو يوم عرفة، خير يوم طلعت عليه الشمس هو يوم عرفة، فلا تضيعه في التجوال في الشوارع وإرهاق نفسك في عمل غير مشروع، وإنما ابق بخيمتك واستقبل القبلة وادعو ربك وانشغل بمناجاة الله تعالى، هذا هو العمل المشروع في الوقوف بعرفة. هنا يقول المؤلف يستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا منه عند الجبل قريبا من الصخرة
ويجعل جبل المشاة بين يديه. هذا إذا كان فيه متسع له، وإذا وجده ليس فيه زحام ولا مشقة. لكن النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أعطى إشارة للصحابة رضي الله عنهم، وعددهم في زمنه 120,000، وقال لهم عرفة كلها موقف، يعني لا تتزاحموا في المكان الذي أنا وقفت فيه، انتشروا في عرفات وتوزعوا فيها، وهم عددهم بالنسبة لأعداد الحجاج الآن لا يساوي شيئا. الحجاج الآن يصل 3 ملايين، بينما الحجاج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عددهم 120,000، وكل الأرض متاحة، ووسائل النقل عندهم الإبل والحمير، هذه هي وسائل النقل التي يتنقلون عليها ويسيرون عليه، ليس هناك أماكن مخصصة للطرقات السيارات ولا غيرها. والإنسان كان يكفيه مكان بسيط، والآن كما تلاحظون وتشاهدون كثرة الحجاج وتزاحمهم، فإذا ذهب هذا المقدار وتزاحموا عند الجبل فإنهم يضر بعضهم بعضا، وربما سقط بعضهم، وربما مات بعضهم بسبب الزحام والتدافع على عمل غير مشروع. والنبي عليه الصلاة والسلام حريص على النصح لأمته وبيان الحق لها، فالمستحب للإنسان أن يكون مستقبلا للقبلة، ويكون على حال وضوء، وأن يكون في حال تضرع وخضوع ولجوء إلى الله، يدعو راكبا على راحلته أو جالسا في خيمته أو واقفا في خيمته. المهم هو أن يكون شغله هو مناجاة ربه جل وعلا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وقد قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هذه الجملة اليسيرة ينبغي أن يشغل الإنسان بها نفسه في عرفة مع التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويكثر من الدعاء ويكرر الدعاء 3، ويدعو بما أحب لنفسه ووالديه وأهله وأقاربه وأمته، يدعو للإسلام والمسلمين بالعز والنصر والتمكين، ويدعو لأقاربه بما يحتاجه، وأهم شيء يدعو بأن يدخله الله الجنة ويعيذه من النار. وهذا اليوم يوم عرفة هو أصعب يوم على الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما رؤي الشيطان هو فيه أحقر ولا أذل ولا أصغر مما رؤي يوم عرفة، إلا ما رؤي يوم بدر، وذلك لما يرى من كثرة تنزل الرحمة والعتقاء من النار. فرحمات الله تبارك وتعالى تتنزل على عباده في هذا اليوم،
ويعتق الله تعالى في هذا اليوم من النار خلقا عظيما، وأحقهم بهذا هم أهل الموقف أهل عرفة. ويباهي الله تبارك وتعالى بالحجاج ملائكته ويقول لهم: هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، أشهدكم بأني قد غفرت لهم. نسأل الله تعالى أن يشملنا بمغفرته ورحمته والعتق من نيرانه، ووالدينا وذرياتنا والمؤمنين. فيجتهد الإنسان في الدعاء والرغبة إلى الله تبارك وتعالى ويلح في ذلك وينكسر بين يدي ربه، ولا ينشغل بالقيل والقال والمزاح والتدخين والتصوير والاسترخاء للنوم ونحو ذلك، وإنما ينتهز هذه الفرصة التي هي ساعات معدودة ولحظات محدودة ووقت يسير لاغتنام الفرصة، لأن الجهد اليسير الذي تقوم به في هذا اليوم ثوابه عند الله تبارك وتعالى عظيم، فلا تفوت على نفسك الخير، وإنما كن مشغولاً بالله لا منشغلاً عن الله. وهذا هو الكياسة والنباهة والعقل والفهم للأمور، وهو استغلال الفرص فيما فيه مصلحتك وعاقبتك الحميدة. يبقى الناس في عرفات حتى تغرب الشمس وهم في حال تضرع ودعاء. يجتهد الإنسان في اختيار الآيات التي فيها دعاء، كقوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وخواتيم سورة البقرة وغيرها من سائر ما جاء في القرآن، وكذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته عليه الصلاة والسلام. فيجتهد الإنسان بالأدعية الواردة ويدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، فيدعو لنفسه بما يحتاجه من صلاح وإصلاح وسعادة، ويدعو لأولاده كذلك، ويدعو لأقاربه وأهله، ويدعو للمسلمين عموما بأن يصرف الله تعالى عنهم الفتن ويصلح أحوالهم ويجمع كلمتهم على الحق و يوفقهم للاستقامة على الصراط المستقيم. فإذا غربت الشمس وتأكد من غروبها فإنه يدفع من عرفات إلى مزدلفة. يقول المؤلف: يكون الدفع عن طريق المأزمين، وعليه السكينة والوقار، وأن يكون ملبياً ذاكراً لله عز وجل. فالإنسان إن تيسر له أن يذهب بالطريق الذي بين الجبلين المتجه إلى مزدلفة فهو أخصر، وهو الذي سار معه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الآن طريق المشاة. المأزمان هو طريق المشاة الآن، إذا تيسر الإنسان أن يذهب معه، وفيه أيضا بعض الخطوط للسيارات كطريق رقم 4 و6 و5 و6، فإنها في هذا المكان توصل إلى هذا الطريق. وإن ذهب مع أي طريق آخر فكلها متجهة
إلى مزدلفة. لكن الذي ينبغي الإنسان أن يفهمه أنه في حال ما إذا دفع من مزدلفة أنه ينبغي أن يشعر بأن هذا المشي عبادة، أو الركوب على السيارة والاتجاه في هذا الوقت عبادة. فالإنسان يحرص على أن ينشغل بالتلبية وبذكر الله. الرسول صلى الله عليه وسلم لما دفع من عرفات كان يشنق زمام ناقته، يعني يشد الحبل المربوط في رأس الناقة لأجل أن لا تسرع، ويشير بيده الشريفة للناس وهو يقول لهم السكينة السكينة السكينة. سبحان الله، هذا تعليم لنا الآن نحن نحتاجه سواء في السيارات أو في المشاة، كل يحتاج إلى هذا المعنى الذي نبه إليه رسولنا عليه الصلاة والسلام من تحقيق السكينة عند الدفع من عرفة، لأن الإسراع يتسبب في سقوط الإنسان أو مزاحمته لغيره وإسقاطه له، فيطأه من يأتي وراءه فيموت، وهذا مصيبة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمنا الأداب كلها، ومن ذلك الرفق بنفسك والرفق بإخوانك، وهو تعليم للحاج في مثل هذه الأماكن التي يتكرر الازدحام فيها، وهو أن يعلم أن كل الذين يحيطون به يريدون ما يريد هو، فلست أنت وحدك الحاج وغيرك ليس بحاج، بل الكل حجاج، وحينئذ عليك أن ترفق بهم كما ترفق بنفسك، وتحرص عليهم كما تحرص على نفسك، فلا تؤذي أحدا. وهذا ملحظ مهم ينبغي أن يفهمه كل حاج، فليس القصد هو أن تخلص نفسك وتسقط هذا وتدفع هذا وتضايق هذا، وإنما تمشي بسكينة ووقار، لأنك تعبد الله، والعبادة لا بد فيها من خضوع وتذلل لله تبارك وتعالى. قوله يكون ملبيا ذاكرا لله عز وجل، لما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه لما ذكر حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة إلا أن يخلطها بتكبير أو تهليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يلبي ثم يدعو بما شاء من تكبير دعاء مسألة أو دعاء عبادة، من تكبير لله تعالى أو تهليل له أو استغفار ونحو ذلك. فإذا وصل مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء قبل حط الرحال يجمع بينهما، لما روى البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة فنزل الشعب فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت له الصلاة، فقال الصلاة أمامك، فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت الصلاة فصلى أي العشاء ولم يصلي بينهما شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من مزدلفة احتاج لقضاء الحاجة، ففي عرض الطريق توقف وقضى حاجته وتوضأ، ثم ركب راحلته القصواء وواصل مسيره. سأله
بعض الصحابة: هل نصلي في هذا المكان؟ فقال: الصلاة أمامك، يعني انتظروا لا تصلوا. وصل النبي صلى الله عليه وسلم مزدلفة وقت صلاة العشاء، لأن المسافة بينها قرابة 12 كيلو بين عرفات ومزدلفة. فلما وصل كان أول عمل هو الأذان والإقامة. توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا وأسبغه، يعني توضأ ثلاثا ثلاثا، وصلى المغرب قبل حط الرحال، ثم حط الناس رحالهم، يعني بركوا إبلهم ووضعوا الخفيفة من فروشهم عن الإبل، ثم صلى العشاء ولم يصلي بينهما نافلة. قد يقول بعضكم: لماذا الفاصل؟ نقول: إن وصول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو في وقت الصلاة الثانية، لو كان في وقت الصلاة الأولى كان لابد من الموالاة بينهما، لكن إذا كان في وقت الصلاة الثانية وهي العشاء، بحيث أنه أخر المغرب حتى وقت العشاء، فحينئذ لا حرج لو حصل فاصل بينهما. وهذا هو ما عمله الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى المغرب ثم حط الرحال ثم صلوا العشاء ولم يسبح بينهما، أي لم يشتغل بنافلة بينهما. إذا أن الإنسان تأخر في الطريق أو تأخر في عرفة سبب الزحام، وخشي أن ينتصف الليل قبل وصوله إلى مزدلفة، فإنه يصلي العشاء في مكانه، سواء كان في عرفة أو كان في الطريق، لأنه لا يجوز للإنسان أن يؤخر صلاته عن منتصف الليل. إلى الآن لم يخرج الوقت، لكنه دخل وقت الاضطرار، فوقت الاختيار إلى منتصف الليل، ومن منتصف الليل إلى طلوع الفجر هذا وقت لصلاة العشاء، لكنه وقت ضرورة، فالإنسان لا يؤخر الصلاة إذا خشي أن يتأخر في عرفات ولا يخرج منها إلا بعد 12 أو قريبا منها، أو أنه حبست السيارات في الطريق وتأخر وصوله، فيصلي قبل منتصف الليل في مكانه. قال: ثم يبيت بها، أي يبيت بمنى، ثم يصلي الفجر بغلس. الإنسان إذا وصل إلى منى وصلى بها صلاة الجمع، فإنه إذا وصل إلى مزدلفة، فإنه يصلي بها المغرب والعشاء، ثم يتعبد لله بالنوم فيها. سبحان الله، النوم عبادة، في هذا المكان يتعبد الإنسان لربه بأن ينام، بأن يرتاح، لأجل أن يزيل عنه أثر الإرهاق والتعب في اليوم الماضي يوم عرفة، ويستعد ويتقوى بدنه لأعمال يوم العيد، وهي أعمال كثيرة، فجسمك محتاج للاسترخاء والنوم، فيبادر الإنسان بالنوم. ولو وصل مبكرا، يعني لو وصل وقت صلاة المغرب قبل دخول وقت صلاة العشاء، فإنه يصلي المغرب والعشاء ثم يرتاح وينام، ليتقوى على ما يستقبله من أعمال وعبادات. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحيي هذه الليلة بالصلاة، لم يرد عنه أنه قام تلك الليلة، لكن ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يترك الوتر لا في سفر ولا حضر،
فيشرع للإنسان أن يوتر تلك الليلة لكن لا يطيل القيام، وإنما يخففه لأجل أن يتعبد لله بالنوم الذي بسببه يتقوى الجسم لأداء العبادات المقبلة من الرمي والنحر والحلق والطواف والسعي، وكلها عبادات في يوم العيد. وقوله يصلي الفجر بغلس، يعني يصلي الفجر في أول وقتها، كما جاء عند مسلم عن جابر وفيه حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا وكبر وهلل ووحد الله، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل طلوع الشمس. الإنسان في مزدلفة يصلي الفجر عند أول وقته، ثم بعد هذا يستقبل القبلة ويدعو. النبي صلى الله عليه وسلم وقف في المشعر الحرام. المشعر الحرام هو تل أو جبل، هو المكان الذي وضع فيه المسجد. مسجد مزدلفة هو المشعر الحرام، ويطلق كلمة المشعر الحرام على مزدلفة كلها، كما يطلق عليها اسم جمع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة في صبيحة مزدلفة: وقفتها هنا وجمع كلها موقف، وارفعوا عن وادي محسر. فيقف الإنسان في مكانه عند سيارته ويدعو الله تعالى مستقبلا القبلة ويلح عليه في الدعاء بعد صلاة الفجر حتى تسفر الدنيا، ثم قبل طلوع الشمس يدفع إلى منى. هنا سؤال: ألا يجوز الدفع من مزدلفة قبل هذا الوقت؟ نقول بلى، يجوز للضعفة ومن يرافقهم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس أن يذهب ومعه النساء أمهات المؤمنين ومن معهن عند مغيب القمر ليقمن بالرمي قبل أن يصل الزحام من الرجال. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله. فالذي عنده نساء أو مسنين أو ضعفة أو مرضى فإن له أن يذهب من مزدلفة بعد منتصف الليل، يعني بعد الثانية عشرة والنصف، يذهب من مزدلفة ليرمي جمرة العقبة ويتحلل، يحلق شعره ويتحلل. ومن ليس معه ضعفة فإنه يبقى بمزدلفة حتى يصلي الفجر ويدعو، وبهذا يحصل الخير الكثير والأجر الكبير. الله تبارك وتعالى يقول: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. فالإنسان يحرص على أن يتبع السنة،
المؤلف ذكر رحمه الله أن من الدعاء المشروع: اللهم كما وفقتنا وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا، يعني كما وفقتنا وأريتنا هذا المكان وهو المشعر فوفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، إلى آخر الآيتين. وهذا الدعاء مما اختاره بعض الناس، لكن ليس حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يستمر في الدعاء إلى أن يسفر، إلى أن يسفر ثم يدفع من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس، فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية بحجر حتى يأتي منى، فيبتدئ بجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات. دين الإسلام ليس تبعا لغيره، وإنما هو دين مستقل، ونبينا صلى الله عليه وسلم نبهنا إلى أن لا نكون إمعات نحاكي الناس، وإنما نتميز بما أكرمنا الله تعالى به من هذا الدين العظيم، دين الإسلام. المشركون كانوا يدفعون من عرفات قبل غروب الشمس، ويدفعون من مزدلفة بعد طلوع الشمس يوم العيد، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل الدفع من عرفات بعد غروب الشمس، والدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس، مخالفة لهؤلاء وتنبيها لأن المسلم ينبغي أن لا يكون تبعا لغيره، وإنما معتدا باستقلاله وتميزه بعقيدته وعبادته. وكان المشركون يقولون صبيحة يوم العيد: أشرق ثبير كيما نغير. وثبير هو الجبل الذي تشاهدونه جميعا، أرفع جبل تشاهدونه تبين عليه الشمس، فإذا بانت الشمس في أعلاه نفروا أو أفاضوا من المزدلفة. فالرسول عليه الصلاة والسلام خالفهم وقال: أفيضوا من مزدلفة قبل طلوع الشمس، لكن بعد أن تسفر الدنيا، وتجتهدوا في الدعاء. الإنسان إذا دفع من مزدلفة يكون أيضا بسكينة ووقار، ويلتقط الإنسان منها سبع حصيات، أو من طريقه أو من منى يأخذ سبع حصيات ليرمي بها جمرة العقبة في يوم العيد. وقد أمر الفضل بن عباس، نبينا صلى الله عليه وسلم أمر الفضل بن عباس بأن يلتقط له سبع حصيات، فالتقط السبع، ولما وصل إلى المرمى أعطاها نبينا صلى الله عليه وسلم فرمى بها. هذه الحصى لها حكمة ولها معنى. أنتم في ذلك الوقت تبحثون عن الحصى المناسب، والحصى المناسب هو بمقدار حبة الفول بين الحمص والبندق. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يلتقط له هذا المقدار، ولما وصل إلى جمرة العقبة قبل أن يرمي أطلع الناس عليها،
وقال أمثال هؤلاء فرم، يعني أطلعهم على حجب الحجارة بين الحمص والبندق، الحد الأعلى مقدار البندق والأدنى مقدار الحمص، اللي أكبر من البندق لا تجزي واللي أصغر من الحمص لا تجزي. قال أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فالإنسان المطلوب منه أن يتقيد بهذا، ورسولنا عليه الصلاة والسلام كان في طريقه من مزدلفة إلى منى يلبي ويذكر الله، ولما وصل إلى وادي محسر أسرع. وادي محسر هو الآن الحد الفاصل بين مزدلفة ومنى، طوله أو مقداره حوالي 100 متر أو 150 متر، إذا وصل إليها يسرع قدر رمية حجر. إذا تيسر لك وأنت تمشي ولم يكن هناك زحام تعمل ذلك، أو السيارة لم يكن أمامها زحام فإنه صاحبها يسرع إذا لم يكن هناك شيء من المعوقات. فأول عمل يعمله الحاج في منى هو رمي جمرة العقبة، فهو أفضل عمل يقوم به في ذلك اليوم، أول عمل يقوم به يبتدئ بجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات. وقد ورد عن مسلم عن جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، يعني حرك ناقته، ثم أتى الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصات، كل حصات منها مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر غيرها. الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصل للمروى ووقف عند الجمرة وبين للناس حجم الرمي، بدأ بالرمي بنفسه ليعلمهم كيفية الرمي، فكان صلى الله عليه وسلم يرفع يده مع كل حصاة ويكبر، يرمي الحصاة ويرميها، والرمي معناها القذف بقوة حتى تصل للمكان المطلوب وصولها إليه وهو المرمى. ولو أن الإنسان وضع يده فوق الحوض وصار يطلقها حبة حبة لا تجزئ، لأن هذا ليس رمي. ولو أن الإنسان رمى بالسبع جميعا فإنه لا يصح منها إلا واحدة، وست تعتبر لاغية، لا بد أن يرمي بدلها، فلا بد أن ترمى كل حصات بمفردها، وأن يكون رميا بمعنى يحذفها الإنسان حذفا بقوة، ولا بد أن تكون الحصى بالحجم الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حصى الخذف من مقدار حبة الفول، ويرفع يده مع كل حصاة ويكبر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة والرمي والنحر من أجل ذكر الله، فأنت عندما ترمي تذكر الله. وأما الذي يسب أو يشتم أو يلعن أو نحو ذلك فعمله باطل، وهذا مما يسر به الشيطان، وبعض الناس يظن أنه بضربه لهذا الشخص أنه يصيب عين الشيطان. لا، أنت تعبد الله بهذه العبادة
التي هي طاعة لله فيغضب الشيطان. فإذا خالفت سنة نبيك صلى الله عليه وسلم فرح الشيطان. فإذا أن الإنسان رمى بحجر كبير أو رمى بالنعال أو أنه سب وشتم فرح الشيطان واعتبر أنه اكتسب إضاعة جزء كبير من أجرك وفوات خير كثير عليك فيسر بهذا. ولهذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم فافهموا المناسك وخذوها ونفذوها كما كان ينفذها محمد صلى الله عليه وسلم. قال ويقطع التلبية بابتداء الرمي لما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة المزدلفة ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. يعني أن الإنسان ينشغل بالتلبية من حين إحرامه إلى أن يصل إلى المرمى فإذا أراد البدء بالرمي قطع التلبية واشتغل بالتكبير. قبل ذلك يكون مستمرا حتى يصل المرمى فإذا هم بالرمي فإنه يقطع التلبية ويشتغل بالتكبير ومن ذلك التكبير عند الرمي. الآن كما تلاحظون ولله الحمد تيسر على الناس الرمي بسبب هذه التوسعة المباركة التي قامت بها هذه الدولة الميمونة، فصار الرمي في 5 أدوار ووسع مكان الرمي، لكن كل الحصى يستقر في المرمى المحدد الذي حدده إبراهيم عليه السلام وأحياه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالرمي سواء كان في الدور الخامس أو الرابع أو الثالث أو الثاني أو الأول أو الأرضي كلها الرمي فيها يقع في مكان الرمي لأنها موضوعة بحيث أن تكون على شكل مخروطي بحيث ينزل الحصى كله إلى مكان الرمي ولا يضيع منه شيء. فهذا من نعم الله وفضله على عباده وما تشكر عليه هذه الحكومة المباركة، أن نسأل الله تعالى أن يديم عزها ومجدها. قال ولا يقف عندها، أي بعد الانتهاء من رمي جمرة العقبة لا يقف عندها للدعاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو بعد الرمي في جمرة العقبة. وقال ثم ينحر هديه لما روى مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منى ثم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس. فيقول المؤلف يحلق رأسه أو يقصره للحديث السابق. الإنسان إذا رمى جمرة العقبة فإن الأفضل في حقه أن ينحر هديه
وهذا هو الأفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام نحر 63 من الإبل وهو قد أهدى 100 من الإبل، فنحر 63 ثم أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ينحر الباقي، وكان ينحرها ويتولى الناس سلخها والأكل أخذ ما يحتاجونه منها، فهو يبيح للناس أن يقطع كل من أراد لحما ما يحتاجه فيأخذ منها الصحابة رضي الله عنهم. بعدما نحر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحلاق أن يحلق شعر رأسه، فبدأ الحلاق وحلق جانبه الأيمن ثم حلق جانبه الأيسر، وصار أعطاه أحد الصحابة وصار يوزعه على الصحابة، لأن شعر النبي صلى الله عليه وسلم وفضلاته مما يشرع التبرك بها، وهذا من خواصه عليه الصلاة والسلام وليس لأحد غيره ولو كان من أصلح الناس. فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي لم يعمل معهم هذا الشيء ولم يفهموا أنه يشرع في حقهم فعل ذلك، فهذا من خواصه عليه الصلاة والسلام. يقول ثم يحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 والمقصرين 1 كما في الحديث المتفق عليه. فالإنسان يستحب له أن يحلق في الحج، والحلق هو ما كان يأتي على الشعر من أصوله، فلا يبقى في الشعر في الرأس شيء من الشعر، والتقصير ما كان يبقى منه، فإذا كان يخفف فهذا يسمى تقصير، أو كان يستعمل المكينة على نمرة 1 أو 2 أو نحوها، فهذا تخفيف وليس تقصير وليس حلقا. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين 3 مرات عندما قال اللهم اغفر للمحلقين قال والمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين قال والمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين قال والمقصرين، قال والمقصرين. والتقصير إنما يكون في شعر الرأس، أو الحلق يكون في شعر الرأس لا يكون من غيره، فلا يعتبر لو أنه جز شاربه أو حلق أو حلق لحيته، وحلق اللحية حرام في كل الأوقات، أو أخذ شعرا من أي موضع من بدنه لا يعتبر تحللا. الإنسان إذا رمى وحلق تحلل التحلل الأول، وحل له كل شيء بسبب الإحرام إلا مسألة ما يتعلق بالنساء، إلا الرفث من مداعبة الزوجة أو جماعها أو الخطبة أو عقد النكاح، فهذه لا تحل إلا بعد التحلل الثاني. فإذا رمى الإنسان وحلق فإنه يتحلل التحلل الأول. أما النحر فلا علاقة له بالتحلل، لكن الأفضل أن يكون بعد الحلق، أن يكون بعد الرمي وقبل الحلق. فإن حلق الإنسان قبل أن ينحر هديه فلا شيء عليه. ربما يسأل بعضكم ويقول أنا وكلت البنك الإسلامي ولا أدري متى يذبح، نقول لا حرج عليك، إذا رميت جمرة العقبة تحلق شعرك ولا شيء عليك وتتحلل، لأن النحر لا دخل له في التحلل.
وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء. قال: ثم يفيض إلى مكة، هذا اليوم وهو يوم العيد الإنسان إذا رمى جمرة العقبة وحلق يخلع ملابسه، ملابس الإحرام، ويلبس ملابسه المعتادة ويتطيب، وله أن يقلم أظافره ويجز شاربه ويتحلل من كل موانع الإحرام إلا ما يتعلق بالنساء، ويذهب لابسا ملابسه المعتادة إلى مكة، فيتجه إلى الحرم ويبدأ طواف الإفاضة، وهو الطواف الركن الذي لا يسقط أبدا ولا يجبره شيء ولا بد منه، فيذهب للمطاف ويطوف طواف الإفاضة 7 أشواط على التفصيلات التي ذكرناها بالأمس، يبدأ من الحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود 7 أشواط لا ينقص منها خطوة واحدة، ولا بد أن يكون بجميع الكعبة مع الحجر ومع الشاذروان، ويشرع للإنسان من تقبيل الحجر أو استلامه أو استلام الركن اليماني كما ذكرنا سابقا، ويصلي 2 ركعات ثم يتضلع من ماء زمزم، ثم يذهب إلى المسعى إن كان متمتعا، أو كان مفردا أو قارنا لم يسعى بعد طواف القدوم، فيبدأ من الصفا ويستقبل القبلة ويدعو، ثم ينحدر، وإذا وصل بين العلمين وهو بطن الوادي أسرع بقدر ما يستطيع، ثم يمشي بقية المسعى إلى أن يصل إلى المروة، وهذا شوط واحد، ثم يرجع من المروة للصفاء وهذا هو الشوط الثاني، يكرر ذلك 7. وقد تبينا بالأمس أن الطهارة شرط في الطواف وليست شرطا في السعي، وكذلك ستر العورة شرط في الطواف وليس شرطا في السعي، لكن المفروض والمطلوب والمستحب للإنسان أن يكون على كمال الطهارة في كل العبادات، حتى في الوقوف بعرفة ومزدلفة يستحب للإنسان أن يكون على كمال الطهارة من الحدثين، وكذلك أن يكون ساترا لعورته ومحافظا على هيئته. ثم بعد تمام الطواف والسعي يكون قد حل له كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام، فيكون قد تحلل التحلل الثاني، لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم: ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه، متفق عليه. على هذا فالإنسان يكون قد يجوز له في يوم العيد أن يحصل على التحلل كاملا إذا أتى بهذه الأمور كلها: رمى جمرة العقبة وحلق شعره وطاف طواف الإفاضة وسعى، فإنه يكون قد تحلل التحلل الكامل وحل له حتى النساء. وبهذا يكون قد أدى الأركان،
وبعض الواجبات، وبقي عليه المبيت بمنى والرمي في أيام التشريق، وهذه لا تؤثر على التحلل، لكن لا بد أن يأتي بها الإنسان. ينبغي للإنسان أن يدرك أهمية أداء هذه المناسك على وجهها الصحيح، ولا يبحث الإنسان عن فرص للتهرب من شيء منها، فهو جاء يريد الأجر والثواب وأداء هذه العبادة لأجل أن يخلص من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وقال عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الحج المبرور هو الذي يؤديه الإنسان كاملاً بأركانه وشروطه وواجباته وليس فيه معاصي، فإذا أن الإنسان ارتكب شيئاً من المعاصي إما تركاً لواجب كما يعمل بعض الناس يتساهلون في المبيت بمزدلفة، أو يتساهل في الرمي، أو يتساهل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق يظن أنه بالخيار بين أن يعملها ويسلم من الفدي أو يفتي، هو لا ليس بالخيار، لا بد أن يأتي بها، وإذا عجز عن الإتيان بها له فرصة للتعويض في الواجبات دون الأركان، الأركان لا بد أن يؤتى بها، فإذا عجز عن واجب سقط عنه وعليه فدية ذبح شاة. وهناك أناس يستخفون بالحج ولا يبالون به، فينصرف من عرفات قبل الغروب، أو ينصرف من مزدلفة قبل منتصف الليل، وهذا كله من العبث والاستخفاف بهذه العبادة وليس من تعظيم شعائر الله. فيجب على الإنسان أن يتقي الله وأن يؤدي هذه العبادات كما أداها محمد صلى الله عليه وسلم بلا زيادة وبلا نقصان، وأن يؤديها وهو يشعر أنه يعبد الله تعالى في أدائها. فالمشقة التي تتحملها في الرمي أو في الطواف أو في السعي أو في نحر الهدي أو غيرها، كل ذلك تتعبد به لربك جل وعلا، فيلزمك أن تؤدي العبادة بإخلاص، بإخلاص لله تبارك وتعالى. نقف عند هذا، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن ييسر على الحجاج حجهم ويتقبله منهم، وأن يصرف عنا وعن المسلمين كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.